السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، درسنا اليوم سوف نتطرق إلى مفهوم حول الدالة التآلفية. تطرقنا في الحصة السابقة وعرفنا ما معنى دالة. إذن لمعرفة الدالة التآلفية سأقوم بنشاط تمهيدي لمعرفة ما معنى الدالة التآلفية بتبسيط. إذن يقترح نادي الانترنت على زبنائه 20 درهما للدفعة الأولى وثلاثة دراهم للساعة الواحدة. إذن من خلال هذا النشاط التمهيدي يمكنني رسم جدول توضيحي لمعرفة ما معنى الدالة التآلفية. إذن هذا الجدول سوف أوضح فيه مجموعة الأمور ويجب الانتباه لمعرفة ما معنى الدالة التآلفية. إذن في السطر الأول من هذا الجدول نضع عدد الساعات ونرمز لها بإكس. ثم في السطر الثاني من الجدول ثمن المدفوع أي ونرمز له مثلا ببي أو إيغري اختياري يا إما إكس أو يا إما إيغري أو بي. إذن إلا دخلنا لهذا النادي، دابا هذا النادي تيطلب منا نعطيه كدفعة أولى 20 درهم. إذن إلا قضيت فيه ساعتين، مشيت لهذا النادي وقضيت فيه ساعتين، إذن كم سوف أدفع إلى صاحب المحل؟ 3 ساعات. ثم نضيف 20 درهما للدفعة الأولى التي دفعتها في الأول. إذا نحصل على 2 ضرب 3 هي 6. إذا الثمن هنا الثمن. إذا 2 ضرب 3 هي 6 زائد 20 هي 26 درهم. إذا 26 درهم. إذا قضيت في هذا النادي يعني واحد المدة ديال 4 ساعات، إذا الثمن اللي غادي ندفعو لهذا صاحب النادي هو 4 نضربوها في 3 لأن 3 دراهم زائد 20 درهم للدفعة الأولى. إذا 4 × 3 = 12 زائد 20 هي 32 درهم. إذا ثم نفس الشيء بالنسبة إذا قضيت في النادي 5 ساعات ممكن أن أؤدي 5 ضرب 3 زائد 20 درهم. إذا نحصل على 15 + 20 35 درهم. إذا باش نوضحوا مزيان، إذا هذه الكتابة خصنا نوضحوها ونفهموا العلاقة. دونك نلاحظوا ما بين هذا السطر وهذا السطر علاقة تربط ما بين هذه الأعداد. نلاحظ بأن هذا العدد 5 خضع لعملية الضرب في 3 ثم أضفنا إليه 20. نفس الشيء بالنسبة للعدد 4 خضع لنفس الضرب في العدد 3 ثم أضفنا إليه 20. ثم العدد 2 خضع لنفس الضرب هو العدد 3 ثم ضفنا إليه 20. إذا هذه الكتابة ممكن كتابة بأن هذا العدد 5 خضع لعملية الضرب في العدد 3 ثم ضفنا إليه 20. نفس الشيء بالنسبة للعدد 4 أي خضع لعملية الضرب في العدد 3 ثم ضفنا إليه 20. نفس الشيء بالنسبة للعدد 2 خضع إلى عملية الضرب في العدد 3 ثم ضفنا إليه 20. إذا من هنا نلاحظ بأن
هذا العدد اللي خضع لعملية الضرب في العدد 3 ثم إضافة 20 بشكل عام، بشكل عام ممكن كتابة أي عدد X، أي عدد حقيقي X يمكن أن يخضع إلى عملية الضرب في العدد 3 زائد 20. إذن هذا هو صورة هذا العدد بالدالة اللي هي P. إذن P هي الدالة. إذن المفهوم دالة التآلفية هو P، هو هذا العدد يخضع لعملية الضرب في عدد 3 ثم نضيف إليه 20. إذن هذه الكتابة ممكن كتابتها بشكل آخر، P دو X تساوي 3X زائد 20. إذن هذه هي الدالة، وهذا العدد، هذا عدد X خضع لعملية الضرب في العدد 3 ثم ضفنا إليه 20. هذه نسميها دالة تآلفية. إذن حددنا ما معنى الدالة التآلفية. الدالة التآلفية إذن هي الدالة التآلفية هي أي عدد كيخضع لواحد لعملية الضرب ثم عملية الزائد لنحصل على صورة هذا العدد بالدالة P. إذن هاد P راه ممكن نكتبها F، هاد P يعني P نقدر نكتبها F، نقدر نكتبها J، نقدر نكتبها H، نقدر نكتبها K، يعني هذا رمز فقط لمعرفة الدالة. إذن هاد الدالة ممكن كتابتها على شكل F أو J أو H أو K. إذن الدالة التآلفية بشكل عام، إذن الدالة التآلفية، التآلفية دابا فهمنا ما معنى الدالة التآلفية. إذن الدالة التآلفية F هي أي عدد X يخضع بشكل عام سيخضع لعملية ضرب في عدد حقيقي زائد B. دونك هذه هي الكتابة أو كتابة الدالة التآلفية، أو نكتب F دو X يساوي A دو X زائد B. دونك هذا نسميه ميل الدالة F، ميل الدالة F. وغادي نزيدو نتقدمو غادي نعرفو ما معنى ميل هاد الدالة. وهذا نسميه الأرتوب عند الأصل، الأرتوب عند الأرتوب عند الأصل، وهذا عنده معنى بحال ما هكا خدمنا في معادلة مستقيم، معادلة مستقيم Y يساوي AX زائد B، غير Y على محور الأراتيب حطينا Y، هنا غادي نحطو الصورة على محور، الصورة على محور الأراتيب. بون هنايا فهمنا ووضحنا ما معنى الدالة التآلفية. إذن سوف أقوم ب نشاط أو تمرين تطبيقي لمعرفة الصور. إذن قلنا بأن هذا العدد كامل، هذا 3X زائد 20 هو صورة العدد X بالدالة F. إذن سوف أقوم بتمرين لمعرفة هذا الصور ديال بعض الأعداد. إذن تمرين لتكن لتكن F دالة تآلفية بحيث f دو x تساوي مثلا جذر مربع الثاني x زائد 1. إذن هنايا f دو x تساوي جذر الثاني x زائد 1. إذن هذه دالة تآلفية. لماذا دالة تآلفية؟ لأن هذا الدالة مكتوبة على شكل A ضارب X زائد 1. إذن هذا العدد X خضع لعملية الضرب في جذر 2 ثم أضفنا إليه العدد 1. إذن هنا السؤال ديالو كيقول حدد صور الأعداد أو صور الأعداد التالية، أي مثلا صورة العدد 0 و 1 و 2 بالدالة، بالدالة التآلفية، بالدالة التآلفية F. إذن هنا حدد صور الأعداد التالية 0 1 2 بالدالة التآلفية F. حدد صور الأعداد التالية 0 1 2 بالدالة التآلفية F. إذن كيف نحدد صور هذه الأعداد بالدالة F؟ إذن قلنا هذا راهو الصورة ديال هذا بالدالة F. إذن سوف أكتب F دو صفر يساوي
عدد جذر مربع اثنان، هنا اكس سوف اعوض اكس ب القيمه ديال صفر ضارب صفر زائد واحد، اذا نحصل على جذر اثنان ضارب صفر هو صفر زائد واحد يعطينا واحد، اذا اف دو صفر هو واحد، اذا واحد هو صوره العدد صفر بالداله اف، اذا واحد هو صوره العدد صفر بالداله اف، اذا العدد اف دو واحد هو يساوي جذر مربع اثنان اكس زائد واحد، اذا هذا اف دو واحد نعوضه بالقيمه هنا في اكس، اذا غنضربه هنا في واحد، اذا غيعطينا جذر اثنان في واحد هو جذر اثنان زائد واحد، اف دو واحد يساوي جذر اثنان زائد واحد، اذا هذا العدد واحد خضع لعمليه الضرب في جذر اثنان ثم اضفنا اليه زائد واحد، اذا اف دو واحد يساوي جذر اثنان زائد واحد، اذا جذر اثنان زائد واحد هو صورة العدد واحد بالدالة اف، اذا نفس الشيء بالنسبة لاف اثنان يساوي جذر اثنان ضارب اثنان زائد واحد وهو جوج جذر اثنان زائد واحد، اذا نقول بان جوج جذر اثنان زائد واحد هي صورة اثنان بالدالة اف. إذا عطينا حددنا معنى الصور ديال بعض الأعداد بالدالة التآلفية، إذا سوف أقوم بمعرفة صور بعض الأعداد، بون تمرين آخر، حددنا دابا التعاريف ديال هذه الدالة التآلفية، إذا تمرين رقم اثنان، تمرين لتكن تمرين ثاني لتكون اف لتكون جي مثلا دالة تآلفية بحيث جذر اكس ايغال مثلا ناقص اثنان اكس زائد ثلاثة. السؤال المطروح ما هو او حدد صورة العدد ولا ما هو العدد الذي صورته ناقص تسعة بالدالة التآلفية جي. إذن هنا سؤال آخر مغاير على الصور، هنا قالك ما هو العدد الذي صورته ناقص تسعة، إذن هنا ناقص تسعة الصورة ديال داك العدد، إذا داك العدد إكس هو اللي غادي يلقاو، حل دابا الدالة بما أن الدالة التآلفية جي تكتب على شكل جذر إكس يساوي ناقص اثنان إكس زائد ثلاثة، إذا هنا شنو قلنا؟ قلنا ما هو العدد الذي صورته ناقص تسعة، إذا هنا ناقص تسعة الصورة ديالو، إذا هنايا غادي نحطو العدد جذر إكس يساوي ناقص تسعة، إذا غادي نحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد ونحدد إكس، أنا كنقلب على هاد إكس، إذا جذر إكس ما هي؟ هي ناقص اثنان إكس زائد ثلاثة تساوي ناقص تسعة، إذا هنا كنطيحو في واحد المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، دونك سهل باش نحدو هاد إكس القيمة إكس، دونك ناقص اثنان إكس زائد ثلاثة للطرف الآخر تغير الإشارة غتعطيني ناقص تسعة ناقص ثلاثة، إذا ناقص اثنان إكس تساوي ناقص تسعة ناقص ثلاثة تعطينا ناقص اثنا عشر، اثنان إكس دونك إكس نحصل على إكس تساوي اثنا عشر ناقص اثنا عشر على ناقص اثنان، وغادي نختزلو بالناقص اثنا عشر قاسم اثنان هي ستة، إذا العدد إذا صورة ناقص تسعة بالدالة جي هو العدد إكس يساوي ستة، غادي نتأكدوا واش هذا إكس تساوي ستة واش صحيح هذا الكلام اللي كنقولوا ولا لا، دونك نعوض بالقيمة ديال ستة هنا ونشوف واش غادي نطيح في العدد ناقص تسعة، إذا جي دو ستة هل تساوي ناقص تسعة، دونك غادي نعوض جي دو ستة تساوي القيمة ديالها غادي نعوضها هنا ناقص اثنان ضارب ستة زائد ثلاثة، غادي نحصل على ناقص اثنان ضارب ستة تعطينا ناقص اثنا عشر زائد ثلاثة
وناقص 12 زائد 3 هي ناقص 9. إذا شنو كنقول؟ كنقول يا ودي ناقص 9 صورة العدد 6 بالدالة جي. إذا هنايا ما هو العدد الذي صورته ناقص 9 بالدالة جي؟ كنلقاو بها المعادلة، كنحل هذه المعادلة، فين هي العدد المعادلة؟ كنحل هذه المعادلة جي دو إكس إيكال 9، هذه المعادلة هي هذه، إذا هذه المعادلة كنحلها وكنلقى داك إكس وكنعرف لا فالور ديالو. بون، جوج ديال المراحل دابا درنا، بقى لنا تحديد الميل والمعامل الموجه. بون، عندنا الدالة التآلفية، قلنا ودي الدالة التآلفية إف. عندنا اف دالة تآلفية لتكون اف دالة تآلفية بحيث اف دو اكس تساوي ا اكس بلس بي. قلنا يا ودي هذا الميل، ميل الدالة، وهذا الارتوب عند الاصل، الارتوب عند الاصل. بون الارتوب عند الاصل، بغينا نحدو هاد القيمة ديال الميل ديال الدالة اف، شنو كندير؟ كناخد ليكن اكس ان و اكس دو اعداد حقيقية وبحيث اكس ان يخالف اكس دو، اكس ان يجب ان يكون يخالف اكس دو. إذن f دو x1، نحدد f دو x1، إذن بغيت نشوف صورة x1 بهذه الدالة f، إذن ها x1 سوف يخضع لعملية الضرب في العدد a، ثم نضيف إليه b، إذن a x1 زائد b، ثم f دو x2 نفس الشيء، هذا العدد x2 سوف يخضع إلى عملية الضرب في العدد a، ثم نضيف إليه b، دونك a x2 زائد b. دونك نقوم بفرق لهذه المتساويتين f دو x1 f دو x2 مو f دو x1. دونك هذه متساوية رقم واحد، متساوية رقم 2. دونك f دو x1 مو f دو x1 ماذا يساوي؟ إذن a زائد a x1 زائد b، دونك هذا a، a ضارب x1 زائد b ناقص، قلنا f دو x2 مو f دو x1، هنا ax2 زائد b ناقص ax1 زائد b. نشرو هذه الكتابه، غتعطيني ax2 زائد b ناقص ax1 ناقص b. نلاحظ بان ناقص b مقابل العدد زائد b، اذا سوف اختزل بهذين العددين، اذا ماذا نحصل؟ غادا نحصل على ax2 ناقص a x2 ناقص a x1، سوف أعمل ب الأ، إذن a x2 ناقص x1، إذن هذه هي f دو x2 مو f دو x1 سير هنا f دو x2 مو f دو x1، نفس الشيء f دو x2 مو f دو x1. إذن بغينا نلقاو الميل، الميل ديال هاد الدالة هو f دو x2، إذن f دو x2 مو f دو x1 على x2 مو x1. إذن هنايا كنخرج بواحد الخاصية، إذن لمعرفة ميل الدالة التآلفية نقوم بفرق فرق الصور عددين x2 و x1 سي على فرق العددين، على فرق هذا الاعداد الحقيقية. إذن نقوم بفرق الصور ديال هذا العدد x2 و x1 بالدالة f على فرق العددين. إذن سوف أقوم بنشاط لمعرفة هذا المعامل والأرتوب عند الأصل. إذن هنا الميل ضروري هو f دو x2 مو f دو x1 على x2 مو x1، أو نفس الشيء A تساوي F دو X1 ناقص F دو X2 على X1 ناقص X2. راه نفس الشيء، إلا درتي F دو X1 ناقص F دو X2 غادي تطيح في نفس العدد اللي هو باش كنعرفوا الميل ديال الدالة
التالفيه. بون دابا غادي ندير واحد النشاط، نشاط توضيحي لمعرفه ميل ثم ارتو الداله التالفيه. اذا ميل غادي نعطي واحد التمرين، تمرين مني الراسي، تمرين لتكون اف داله تالفيه، لتكون اف داله تالفيه، بحيث مثلا اف 2 5 ايغال ا 2، اف 2 5 تساوي 2، اف 2 5 تساوي 2، و اف 2 3 تساوي ناقص 1. حدد الداله التالفيه اف 2 اكس اف بدلاله اكس، بدلاله اكس. اذا لتكن اف داله تالفيه، بحيث اف 2 5 اف 2 5 تساوي 2 و اف 2 3 تساوي ناقص 1. حدد الداله التالفيه اف بدلاله اكس. اذا بغينا نحدد الداله التالفيه، بما ان اف، اذا الجواب بما ان اف داله تالفيه، اذا داله تالفيه، اذا تكتب على شكل، اذا تكتب على شكل اف دو اكس تساوي ا دو اكس بلس بي. يعني داله تالفيه ضروري خصها تكتب على هذا الشكل، لان هذا العدد اكس يخضع قلنا لعمليه الضرب في عدد ا زائد بي. اذا هو هذا كامل هو صوره العدد اكس بالداله اف. اذا وضحنا المسائل، دابا بغينا نعرفوا هذه الداله بدلاله اكس. عطاونا صوره العدد 5 هو 2، وعطاونا صوره العدد 3 هو يساوي ناقص 1، ولكن ما عطاوناش الداله شحال يساوي المعامل ديالها هو بي الارتو 40 دراس. دابا غادي نقلبوا عليه. كيفاش نديروا نلقاو ا؟ حددنا ا، قلنا وهو اف 2 اكس 2 موا اف 2 اكس 1 او اف 2 اكس 1 موا اكس 2 نفس الشيء على اكس 2 موا اكس 1. الا درت هنا اف 2 اكس 2، هنا اكس 2 ناقص اكس 1، درت هنا اف 2 اكس 1 ناقص اكس اف 2 اكس 2، حتى هنا خصني ندير اف 2 اكس 1 ناقص اكس 2 ونفس الشيء. بون حنا بدينا باف 2 اكس 2 ناقص اف 2 اكس 1، نعوضوا هنا بالنسبه لنا عندنا صور ديال هاد الاعداد حقيقيه، فرق العددين. دونك مثلا ناخذ هاد العدد اف 2 5، اذا ا هو اف 2 5 ناقص اف 2 3 بون على، لاحظوا معايا، 5 ناقص 3. اذا قمت بفرق العددين، هنا فرق صوره هذ العددين وهنا فرق العددين. اذا نعوض اف 2 5، اذا ما هو اف 2 5؟ هو 2 ناقص ها اف 2 5 هو 2 ناقص اف 2 3، اف 2 3 هو ناقص 1، ناقص 1 على العدد 5 ناقص 3 هي 2. صافي واضح. اذا ا تساوي ماذا؟ هو 2 ناقص ناقص 1 هي تعطيني 2 زائد 1 على 2 اللي هي 3 على 2. اذا ميل هذه الداله هو 3 على 2. اذا مهما فهمنا او حددنا ميل هذا هذه الداله، اذا ممكن كتابتها بان هذه الداله اف دو اكس تكتب على شكل AX زائد B. إذا حددنا هذا الميل اللي هو 3 على 2، إذا 3 على 2 X زائد B. دابا شنو بقى لنا باش نحدو هاد الدالة F بدلالة X؟ بقى لي نحدو الأرتوغو عند الأس، بقى لي هذا نحدو لنحدد B. دونك هاد العدد B اللي بقى لنا نحدوه، كيفاش نديرو نحدو هاد B؟ عندنا بما ان اف دو 3 تساوي ناقص 1 او اف دو 5 تساوي 2، ممكن نحدد من خلال هاد جوج كتابات، يا اما هذا يا اما هذا، اللي بغيتي تاخذ هذا او هذا. اذا بما ان اف داله تالفيه حقت لي هذه الكتابه وحقت لي هذه الكتابه، ممكن ناخذ هذه الكتابه. اذا اف دو 5 تساوي 2، اذا عندنا الداله التالفيه تكتب على هذا الشكل من لقينا المعامل ديال هاد الداله. اذا اف دو 5 تساوي 3 على 2 ضارب 5 زائد بي تساوي ماذا؟ تساوي 2.
إذا تساوي 2، إف ذو 5 تساوي 2. غادي نحصلوا على واحد المعادلة على هذا الشكل، 3 في 5 غادي نحصلوا هي 15 على 2 زائد ب تساوي 2. إذا هنا غادي نحصلوا على واحد المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو ب اللي تنقلبوا عليه هو الأرتوب عند الرأس. نعم، دونك ب ما هو ما العدد ديال ب؟ كيف نحدد ب؟ إذا هذا 15 على 2 نحولوا هذا الطرف الآخر غادي نحصلوا على 2 ناقص 15 على 2، إذا ب تساوي 4 ناقص 15 على 2. حوحدنا هنا بقى هنا 4 ضربنا في 2 على 2، دونك 4 على 2 هو 2، إذا 4 ناقص 15 على 2 غادي نحصلوا على ناقص 11 على 2. إذا حددنا ب، إذا ب حددناه هو ناقص 11 على 2. بما أنني حددت ب، إذا الآن يمكن كتابة هذه الدالة. إذا الدالة التآلفية تكتب على شكل f دو x. إذا 3 على قلنا 3 على 2 x زائد b، b هو ناقص 11 على 2 زائد مع ناقص فيعطينا ناقص 11 على 2. إذا حددت الدالة التآلفية ديالي اللي طلبوها لي، حدد الدالة التآلفية f بدلالة x. إذا حددت f بدلالة x تساوي 3 على 2 x ناقص 11 على 2،